بقول ب2020 أول شيء الله يحمي جيشنا العربي السوري، والله يخلي لنا القائد بشار الأسد ويرحم الشهداء، هي أولا. و2020 هي خضراء لكل سوريا. أتمنى الخير والسعادة، وإن شاء الله بلدنا تعمر بخير، وإن شاء الله عبيك كل سنة هيك وصير أحسن وتعمر بلدنا أكثر من هيك. إن شاء الله يعم الخير والأمان على بلد سوريا. وتاني شغلة، الله بجاه النبي يرحم جميع شهداء سوريا. إن شاء الله حياة أحسن للشعب السوري كلياته، وإن شاء الله بيرجع الأمن والأمان للجميع. يعني 2020 علم السلام بلدنا، ويطلع الاستعمار التركي والأمريكي من بلدنا. بتمنى الخير والسعادة لهالمواطنين، لألنا، لكل العالم. بتمنى كل الخير للبلد والسلامة، وتحية لسيد الرئيس، وإن شاء الله البلد تعبق الأمن والأمان سوريا كلها يا رب. بتمنى أن تكون بلدنا بخير والسلام. يا عم السلام على هالبلد. والله بتمنى للانتصارات للجيش العربي السوري.